سلام البنات، سلام الولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو ديالي اليوم. ان شاء الله جينا نهضروا في واحد الموضوع اللي كيتسمى الاهتمام. بزاف ديال البنات كيراسلوني في الفيسبوك وفي الانستغرام و تيقولوا لي كيفاش اخالتي نخليو الانسان الاخر يهتم بينا، سواء من العائله، سواء صديق، حبيب، كما بغيكم. كيفاش خالتي نخليوه يهتم بينا؟ المهم ما تنساوش، انتم كتشوفوا هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، بعدا هي الاولى، لايك تفرقعوا لي الفيديو باللايك. ما تنساوش لايك، وما تنساوش ديروا كومونتير زوين بحالكم كما معوديني، وما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله بحول الله. وكنتمنى نكون في حسن الظن ديالكم، كنقدم لكم شي حاجه اللي هي كتفيدكم وتفيد الجميع. المهم ندخلوا في صلب الموضوع. كما قلنا الناس كتسائل كيفاش الاخر الاهتمام، تاخذ الاهتمام من الاخر، وتيسولوني تيقول لك كيفاش. كنشوفوا مثلا يا عائله، يا اخوت، يا اصدقاء، يا حبيب، يا صديق، كنشوفوه داخل اونلاين ولكن ما كيتجاوبش معانا، او كنصيفطوا له رساله وما كيردش عليها، او لما كيراسلناش ما معبرناش. نوصيكم، نقول لكم واحد سمعتوا واحد نصيحة، بأن الاهتمام ما تيتطلبش، الاهتمام تيتعطى. حيت هذاك الإنسان لو كان كيفكر فيكم أو لا باغيكم راه هو غير يراسلكم. اوكي، وإياكم نوصيكم واحد الوصية، تعاتبوا الإنسان علاش ما رديتيش عليا، أو ما تعاتبوش بنادم، ما تعاتبوش نهائيا. ما تقولوا ليش علاش انا صيفط لك رساله وانت ما رديتيش عليا، علاش ما اهتميتيش. ما عمركم قلت لكم طلبوا الاهتمام، الاهتمام تيتعطى ما تيتطلبش ابدا، واش كيتطلب نهائيا. اللي بغاك غيفكر فيك، هو غيصيفط لك رساله، هو غيبغي يتواصل معك. اذا راه كيصيفط لك واحد الرساله كيقول لك انا ما باغيش نتواصل معاك وما كتهمنيش. اوكي، وكما قلنا لكم ما تعاتبوهمش، لان الا مشيتو تعاتبتوه، الا مشيتو تعاتبتوه كتبانو قدامو تافهين، كتبانو قدامو تافهين، ما عندكم اش كيقول. هو كيقول هادو تافه ما عنده ما يدار. لا، واخا يكون ما عندي ما يدار، نخلق شي حاجه نديرها سميتو. وداك الانسان اللي ما كيبغيش يتواصل معاكم حاولوا ما تواصلوش معاه نهائيا. الا لقيتو كاع ما تبقاوش تدخلوا للتواصل الاجتماعي وما تلوحوا السطوريات ديالكم وداكشي، تغبروا من الساحه نهائيا، ما يبقاش يعرف عليكم حتى شي حاجه. هي من الاحسن باش كتحفظوا الكرامه ديالكم. وشنو غديروا؟ هي غتمشيو تهتموا براسكم، تمشيو مثلا تزيدوا القدام، تشوفوا راسكم شنو غديروا في حياتكم نتوما، تهتموا براسكم وتعرفوا شنو غديروا في حياتكم، باش نهار يتلاقى بكم غيلقاوكم حققتوا احلامكم، وليتوا احسن فاحسن. يعني هو غيولي يتمنى يهضر معاكم وانتوما ما غتهضروش. تقدروا تهضروا ولكن يعني ماشي شي هضره، يعني غتعطيو راسكم قيمه. اهتموا، الانسان اللي بغى يمشي يدير رياضه يديرها، اللي بغى يقرا يمشي يقرا شي بروغرام اللي غينفعو في حياته، لانه هو اللي مهم ليه، ماشي مهم ليه الاخر. بزاف بالاخص الا كان داك الاخر ما كيفيدك حتى بشي حاجه، ما كيفيدك حتى بحاجه، ما كيزيدكش القدام نهائيا، بالعكس شنو اللي كيدير لك؟ كيحبطك. شنو هو الدور ديالو في الحياه ديالك؟
غير الاحباط. اذا فرغوا راسكم من بنادم ما تفكروش فيه، فكروا في حياتكم، فكروا في مستقبلكم. قول شنو انا ان شاء الله غدا شنو غنكون، غدا شنو غندير. دائما فكر في حياتك، ما عمرك تسبق الاخر على نفسك، لان هذاك غلط كبير تنديروه فاش كنسبقوا الاخرين على نفسنا. يعني اشنو كيوقع؟ كيوليو هما كيوليو يحسوا بالقيمه، بواحد القيمه، وانت كتنزل قيمتك، لان هما فاش كيديروا هكاك يحسوا بواحد القيمه، كيحسوا بانهم راهم مهمين، بانهم راهم شي حاجه هما. لا بالعكس، فكر في راسك، اهتم براسك، باش هو نهار يشوفك وش تجي الصدفه ويشوفك ويلقاك بانك مشيتي لقدام، ما بقيتيش لور، هو غيحس براسو ما عندوش قيمه. هو اللي غيبدا يحس بدك القيمه ما عندوش، ماشي انت. هو كيبغي يحسك بانك انت ما عندك قيمه، ولكن انت ما تخليش راسك تطيح في الفخ بانه يخليك هو بانك تحس براسك ما عندكش قيمه. لا، عندك قيمه. علاش عندك قيمه؟ وكيما انا عاودوها، الاهتمام ما تيتعطاش، الاهتمام ما تيتطلبش، الاهتمام كيتعطى، اوكي، مجانا، بدون قيود، بدون شروط. حيت لولا بغى يدوي معاك كيما قلنا، هو غيهز التليفون او غيصيفط لك ميساج او هذا. اذا حيدوا من بالكم هذه، ديوها في راسكم، حاولوا تهتموا بداك الشيء اللي نتوما كتحبوه، حاولوا تطوروا نفسكم للاحسن. هذه هي الحاجه اللي غتجعلكم تحسوا براسكم بانكم قويين وعندكم قيمه، وما غتبقاوش تحسوا براسكم بانكم ما عندكمش قيمه، لان الاخر هو اللي باغي يطيحك في الفخ باش ما تحس براسك ما عندكش قيمه. اوكي، والمهم كنتمنى هذا الكلام ديالي يعجبكم ووصلكم. وما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش لايك كيما قلت لكم في الاول، لايك 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 لايك، ولا ما مشاركش اشترك. والسلام عليكم، وشكرا لكم كاملين، بوسه كبيره كلكم، كنحبكم. I love you guys, I love you, love you so much. وكنتمناكم تسمعوا هاد الكلام وديروا به، لانه ولا يخليكم تزيدوا القدام، ولا يخليكم تفكروا في راسكم قبل ما تفكروا في الاخر. يلا، باي باي، هاف wonderful داي، هاف wonderful داي. Guys, 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 guys. I love you. Thank you for watching.